اهلا بكم، مع مهند من بن حموده للسيارات 050-516-3525. اليوم هنكلمكم عن سيارتنا الجديده من التاهو موديل ال 21 فئه البريمير. يلا بينا نشوف مواصفاتها. شايفين الشبك الكروم العظيم، مساحه ما شاء الله كبيره جدا مغطيه كل الشبك الامامي من الكروم، والدعميه النازله الكامله فيها طبعا الشعار الذهبي العريق، والحساسات الاماميه عندنا، والاضاءه ال LED كامله. في الجريل الامامي الكروم زي ما احنا عارفين او زي ما احنا شايفين، كمان الكاميرا الاماميه بتساعد في الرؤيه المحيطيه لل 360 كاميراز. هنا فتحات التهويه طبعا للماكينه، وبتساعد طبعا في عدم وجود نويز من الرياح ومن الهواء، ما بيدخلش صوت كتير في السياره وبيعزل الصوت تماما، غير ان هو بيستخدم في تبريد الماكينه. الاضاءه ال LED كامله زي ما احنا عارفين، بتنزل طبعا فيها الانتلي بيم، وعندنا السيجنتشر واضح دايما هنا، بيكون شغال على السياره من الامام طول الوقت. عندنا حساسات اماميه 4-2 على كل كورنر. الرنجات عندنا بتكون قياس 22 من الكروم، زي ما احنا شايفين بينزل للتاير نوعه بريدج ستون. الفخامه بتكتمل في المرايه الكروم على جانب السياره، وبيكون عليها الاشاره، وبيكون عليها الكاميرا الجانبيه ونقاط عمياء على المرايه. عندنا الدواسة متحركة بتفتح وتقفل مع فتح الباب، وممكن التحكم فيها ان هي تفضل مفتوحة او مقفولة طول الوقت. قابض الابواب مغلفة بالكروم، وبيكون في دخول ذكي على الابواب. الشدات اللي على السقف كمان بتكون من الكروم، وبتضيف فخامة طبعا على جسم السيارة من فوق. بيكون على باب السائق في تخشيب داخلي، الجلد من اللون البيج، ذاكرة الكرسي السائق لوضعين، اماكن تخزين اكتر من 3 اماكن للتخزين، مع السماعات البوز بتكون ظاهرة عندنا عند الابواب الاماميه. واول ما بندخل السياره عندنا هنا بنشوف لون الجلد، زي ما احنا شايفين كمان نوع من الجلد الفاخر، في اوضاع للتحريك الكرسي، حتى اللامبر سبورت او نفخ الظهر عشان راحه الركاب. اوضاع تحكم في القياده موجوده كلها عندنا على اليسار السائق لسهوله التحكم فيها والوصول اليها، الهاند بريك الالكتريك، التحكم في الحارات، حتى فصل صوت الحساسات الاماميه والخلفيه، فصل الماكينه عند الاشارات، التحكم في الكهرباء ومخرج الكهرباء، فصل الاير باجز قبل الدخول على البر، مانع الانزلاق، مانع انزلاق في المنحدرات، حتى الهيدز اب ديسبلاي، احنا عندنا اكبر هيدز اب ديسبلاي موجوده في السوق 15 انش، التحكم في الازرار فيها موجود على يسار السائق، وزي ما احنا شايفين كمان الستيرنج او السكان طبعا ليه في ذاكره وضع السائق موجود هنا او نتحكم فيه اوتوماتيك. الكراسي الاماميه عندنا فيها اقوى تبريد موجود في السوق، واحنا بننافس بيه كل المنافسين، تبريد وتسخين في الكراسي الاماميه وتسخين في الكراسي الخلفيه فقط. عندنا طبعا كمان هنا الفريزر، زي ما احنا عارفين بنقدر نتحكم في درجه البروده لحد 5 و5 تحت الصفر، يعني تبريد وتجميد، تقدر تحط دواء، ايس كريم، سمك، اي حاجه انت محتاجها. قاعده الشحن اللاسلكي زي ما احنا شايفين بتشيل كل الاحجام وكل انواع التليفونات اللي فيها خاصيه الشحن اللاسلكي، اهم شيء ان هي بتاخد كل احجام التليفونات بكل سهوله، وبتشحن اوتوماتيك على طول، وهي قريبه جدا من كل ازرار التحكم في المكيف وفي تبريد الكراسي وتسخين الكراسي وفصل المكيف الخلفي عشان العيال ما يلعبوش في المكيف من ورا، كلها موجوده هنا بكل بساطه وبكل سهوله. عندنا الكاميرات المحيطيه طبعا 360 زي ما احنا عارفين، كلها 3D، اهم كاميرا فيهم بتظهر رؤيتها في المرايه الداخليه، بتورينا الطريق الخلفي لو احنا ماشيين فورورد او لقدام، عشان لو الطريق اللي ورانا في مثلا ضباب، في ركاب ورا مش قادر اشوف منهم الطريق الخلفي، نقدر نتحكم فيها ان احنا نشغل الكاميرا الخلفيه رؤيتها بتظهر في المرايه هنا. عندنا كمان الشاشه الكبيره جدا ما شاء الله 10 انش. الجير تبعنا 10 غيار. التحكم فيه كله بالازرار، كله الكترونيك زي ما احنا شايفين، سهل الوصول اليه. الستيرنج بتاعنا او السكان طبعا زي ما احنا شايفين هو حجمه مناسب جدا لكل الاوضاع القياده. في تحكم كامل في السكان، في الميديا والراديو والبلوتوث، وحتى عندنا الرادار الامامي وتسخين للسكان الرئيسي عندنا. كمان العداد شاشه ديجيتال كبيره جدا، والهيدز اب ديسبلاي بيظهر امامنا على الشباك الامامي 15 انش هيدز اب ديسبلاي، مش موجود زيه في اي مكان. خدمه جديده نازله عندنا في التاهو، هي كانت حصريه معانا، خدمه الاس او اس، السياره متوصله بالاقمار الصناعيه الاون ستار، يعني في عندك كلاينت او ايجنت هيرد عليك في حاله الطوارئ، والتحكم طبعا كامل، السياره فيها واي فاي، كل الركاب يقدروا يوصلوا تليفوناتهم بالواي فاي. تحكم في فتحه البانوراما اللي هي اكبر فتحه بانوراما موجوده، تحكم في الدبه الخلفيه، تحكم في السيت الخلفي الصف الاخير، نقدر نفتحه ونقفله من عند السائق فقط، مش لازم اضطر ان انزل افتحه من الدبه. اهم شيء عندنا الفتحه البانوراما اللي مفيش حد عنده زيها، قولوا لي مين عنده فتحه بانوراما زي بتاعتنا.
عندنا فتحة بانوراما كاملة جدا، كلها السقف كله ازاز. مين عنده فتحة بانوراما زينا؟ اكبر شاشتين خلفيتين تاتش وايرلس واي فاي بلوتوث اتش دي ام اي، نقدر نوصل عليها حتى البلاي ستيشن واللعبة التانية اسمها ايه بتاعت المايكروسوفت اسمها ايه اكس بوكس. يلا بينا نشوف المساحة الخلفية. زي ما انتم شايفين اكبر مساحة خلفية موجودة، ده بيدينا راحة كاملة جدا للركاب في المسافات الطويلة بالذات. اكبر دبة خلفية موجودة في سيارات الاس يو في العائلي، زي ما انتم شايفين هتركب ركاب كبار هنا ورا في الصف الاخير ومش هتخسر الدبة دي كلها. وديهم البر، اطلع بيهم سفر خط طويل داخل مدينة زي ما انت عايز، كله قاعد مرتاح. وحشينا النهاردة البريمير التاهو 2021، اربعة اكزوست كلهم شغالين بوظائفهم كاملة. كل ما عليك ان انت تتصل بمهند غلام 050-516-3525 لتجربة السيارة التاهو الجديدة 2021 بكل امكانياتها. اهلا بكم.